مرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للحديث عن الخارطة الأممية للحل السياسي ومساعي تشكيل حكومة ائتلافية قبل تنفيذ باقي بنود الخارطة. حديث الحسم العسكري الذي تعالى بالأمس بالتزامن مع زيارة الرئيس هادي إلى مأرب يبدو الآن مجردا من الوقائع الداعمة بعد وضوح الصورة، ما بدا أنه تأكيد لمسار الحل العسكري من مأرب لم يكن في الحقيقة سوى رسالة من السلطة الشرعية للرد على ضغوط المجتمع الدولي الساعي لفرض رؤية المبعوث الأممي للحل، والتي تسعى إلى تشكيل حكومة ائتلافية قبل بدء الميليشيا بالانسحاب وتسليم السلاح، على عكس ما تراه الرؤية الحكومية. مصادر سياسية كشفت أن مجلس الأمن كان بصدد إصدار بيان يدعم رؤية المبعوث الأممي قبل استئناف الجولة القادمة من مشاورات الكويت، قبل أن تعمل المجموعة العربية ودول إفريقية على إفشال هذه المساعي، وهو ما كان الرئيس هادي يحذر منه من مأرب التي اختارها للقول إن محاولة فرض هذه الرؤية لن تقابل سوى بالحسم العسكري. سبقت كل هذه التحركات تصريحات حكومية ترفض خارطة الحل المقترحة بوصفها تجاوزا للمرجعيات التي تستند إليها المشاورات، وأنها تنسف القرار الأممي من أساسه. وبينما يبدو الخيار العسكري مستبعدا بعد أن أصبح مجرد أحاديث للضغط أو رسائل للتهديد، تبدو العودة إلى الكويت لاستكمال المسار السياسي بعيدة أيضا تحت هذا السقف الذي فرضه والد الشيخ. لا يمكن الجزم بأي مسار به ستمضي به الأزمة اليمنية في هذه اللحظة، وما يبدو واضحا الآن هو أن الحل سيدور حول رؤية والد الشيخ، وإن تم إخراجها لاحقا بصور مختلفة. إلى أين تمضي الأزمة اليمنية؟ وإلى أين وصل المسار السياسي في ظل هذه المحاولات الحثيثة لاختصاره في الشراكة السياسية؟ وهل تمتلك الحكومة ومن خلفها التحالف العربي ما يجعلها قادرة على مقاومة ضغوط القوى الدولية؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا هذا المساء مع ضيوفنا، ولكن بعد مشاهدة التقرير التالي، ابقوا معنا. الآن تبدو الصورة أوضح، هادي في مأرب ردا على الأمم المتحدة ومبعوثها ومساعيهما لتشكيل حكومة ائتلافية تضم الحوثيين والرئيس المخلوع إلى جانب السلطة الشرعية. يريدون يخرجون من مشروع إسماعيل ولد الشيخ أن تشكل حكومة ائتلافية بيننا وبين الحوثيين. الرئيس هادي كان واضحا في مأرب وهو يرفض مثل هذا المقترح، فيما كانت المجموعة العربية ودول إفريقية تحبط مشروع بيان في الأمم المتحدة يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الحوثيين وممثلين عن الرئيس المخلوع بالتزامن مع عمليتي الانسحاب وتسليم الأسلحة، بحسب ما نقلته قناة الجزيرة عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة. رؤية الحكومة تفترض البدء بالانسحاب وتسليم الأسلحة قبل تشكيل الحكومة الائتلافية، بينما تلتقي مساعي المبعوث الأممي مع رؤية الميليشيا التي تسعى لفرض البدء بتشكيل الحكومة قبل الانسحاب وتسليم السلاح، وهو ما كان يسعى إلى شرعنته عبر بيان يصدر عن مجلس الأمن. هادي وأثناء زيارته القصيرة لمأرب مقر عمليات الجيش الوطني والتحالف العربي ألمح في حديثه لأنه هناك لرفض ما تسعى الأمم المتحدة لفرضه عليه وعلى فريقه، مهددا بعدم الذهاب مجددا إلى الكويت في حال أصرت الأمم المتحدة على موقفها. وفي محاولات لإنقاذ مشاورات الكويت من فشل يلوح في الأفق، أشارت مصادر سياسية إلى أن المبعوث الأممي وصل إلى الرياض للقاء الرئيس هادي والفريق التفاوضي الحكومي المشارك في مشاورات الكويت برئاسة وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، فيما يفترض أن يكون في صنعاء الأربعاء المقبل. كل المؤشرات تقول إن موعد الكويت لن يتم في الوقت المحدد، وأن بين اليمنيين وبين الحل السياسي مسافة تطول كل يوم، مع كل هذه الالتفافات التي تفرضها قواعد اللعبة الدولية، ويبقى الحسم العسكري حلا جديرا بالانتظار، وإن لم يعد واردا إلا على سبيل الضغط والتهديد كما بدأ وهادي يلوح به من مأرب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ حلقتنا مع عضو اللجنة المركزية لتنظيم الناصري الأستاذ مانع المطري. مرحبا بك سيد مانع. أهلا وسهلا.
أهلا بك. في مأرب سيد منع كان الرئيس هادي يتحدث عن تعرضه لضغوط من قبل المجتمع الدولي، ما هي هذه الضغوط وإلى ماذا تهدف؟ نعم، يبدو أن هناك بعض الأطراف الدولية لم تعي جيدا أبعاد الأزمة اليمنية، وبالتالي تسعى لإيجاد حل، أي حل، بينما القيادة السياسية اليمنية تريد أن يكون هناك حلا حقيقيا يمنع تجدد الحرب مرة أخرى، نريد حلا ينهي هذه الحرب بلا رجعة، لكن الحلول المؤقتة ومسألة الدخول في شراكة مع جماعة مسلحة. تكلمت سيد منع عن أطراف، هل يمكن تسمية هذه الأطراف بوضوح؟ نعم، هل يمكن تسمية هذه الأطراف بوضوح؟ أنت تتحدث عن أطراف، هل يمكن لك أن تسميها؟ لا أعتقد أنه من الحكمة إطلاق اتهامات على أطراف دولية بعينها، لكن ما نلمسه الآن من المجتمع الدولي أن هناك تراخي في الموقف الدولي إلى حد ما. إلى الآن صحيح أنه لم يصدر موقفا علنيا من أي طرف من المجموعة الدولية ضد قرار مجلس الأمن، كان هناك تحرك كما طرح لإصدار بيان من مجلس الأمن يحث على المضي بخارطة الطريق التي طرحها إسماعيل ولد الشيخ، رغم أنها لم تقدم بشكل رسمي ولم تقدم إلا مجموعة من الأفكار الشفهية التي ردت عليها أو رد عليها الوفد الحكومي ببيان واضح، ورد عليها في حينه بأنه لا مجال للخروج على المرجعيات المتفق عليها و على مسألة تطبيق قرار مجلس الأمن. مسألة الشراكة مع أي طرف سياسي ينبغي أن يكون على قاعدة نزع السلاح أولا واحتكار الدولة للسلاح، ومن ثم قضية الشراكة ستتم وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي حددت آلية واضحة لبناء قواعد الشراكة. هل نستطيع القول أن كانت زيارة هادي بالأمس إلى مأرب لعلمه بالتحضير لهذا البيان ولهذه المساعي ولكي يكون موقفه من مأرب تجاه هذه المساعي وهذا البيان الذي يتم الإعداد له؟ في تقديري أن زيارة هادي هي تعطي رسائل واضحة بأن القيادة السياسية اليمنية عازمة على تحقيق السلام رغم قدرتها على صنع الحزم العسكري وإنهاء الظاهرة الإنقلابية القائمة في صنعاء. الرئيس هادي أراد أن يوصل رسالة للمجتمع الدولي أنه الجيش اليمني قادر على حسم المعركة، ولكننا نريد خيار السلام، وبالتالي كانت تصريحاته واضحة بأننا لن نذهب إلى مشاورات الكويت إذا كان هناك محاولة لفرض أهداف خارج قرار مجلس الأمن. كانت تصريحاته واضحة في هذا الاتجاه، وأيضا وجه رسالة للشعب اليمني أن القيادة السياسية عازمة على حماية مكتسبات الشعب اليمني وحماية مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمكتسبات التي تحققت إلى الآن، وأنه لا يمكن التنازل عن التضحيات التي قدمها شعبنا في سبيل الحفاظ على مكتسبات ثورة 11 من فبراير ونضالات شعبنا. سيد منع، هنالك من يقول أن الأمم المتحدة تخلت عن القرار 2116. أنا أعتقد أن قواعد القانون الدولي واضحة، ولا تستطيع الأمم المتحدة أن تتراجع عن قرارات صدرت تحت الفصل السابع، هي لها قوة إلزامية حتى على أعضاء مجلس الأمن. ربما قد يكون هناك في المستقبل محاولة لإصدار قرار جديد، لكن حتى إصدار قرار جديد هو يخضع الإرادة الدولية المجتمعة، ولا أعتقد أنه بالإمكان تحقيق إرادة دولية مجتمعة لإصدار قرار دولي جديد ينتقص من استحقاقات القرار 2216، وبالتالي سيظل القرار 2216. ولكن سيد منع، البيان الذي تم إيقافه وكان من المفترض أن يصدر بالأمس كان خارج إطار القرار الأممي. لا، هو ليس بالضروره ان يكون خارج قرار خارج اطار القرار الاممي، وانما هي محاوله من المبعوث الاممي ومن بعض القوى الدوليه لايجاد تفسير غير دقيق للقرار الاممي، او تفسير فيه نوع من المقاربه والمحاباه للجماعه الانقلابيه، او في اطار تصورات بعض القوى الدوليه ان هذا قد يصنع السلام المنشود. لكن من وجهة نظر الحكومة اليمنية ومن وجهة نظر الشعب اليمني أن لا يمكن أن يكون هناك شراكة مع قوة انقلابية تحتكر أو تسيطر على كميات هائلة من السلاح قد يؤدي ذلك إلى تجدد الحرب من جديد. السلاح بكل العالم يجب أن يكون محتكرا بيد الدولة الرسمية والمعترف بها وصاحبة الشرعية.
نعم، إذا سيد مانع تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث. سيد نجيب غلاب، مرحبا بك دكتور نجيب. أهلا وسهلا بكم ومساء الخير والعافية لك وللأستاذ مانع وللمشاهدين الكرام. أهلا بك سيد نجيب. الحديث عن محاولة إصدار بيان من مجلس الأمن يفرض رؤية الميليشيا، لماذا يؤشر هذا الأمر؟ لا إصدار بيان من هذا النوع يعني أنا أعتقد يعني تبدو وكأنها محاولة لتجاوز المرجعيات الأممية كلها، ومحاولة يعني لإسناد الانقلاب ودعم رؤيته التي تتمثل اليوم في مسألة تشكيل حكومة دون إنهاء أي إجراءات الانقلاب، وكأننا اليوم نشرع لهذا الانقلاب. أنا أعتقد أنه إصدار بيان من هذا النوع غير ممكن أولا، وإصدار بيان مساند لإسماعيل ولد الشيخ أنا أعتقد أيضا أنه سيعيق المشاورات أكثر مما يدعمها، رغم أن الحوثية قد أعاقت المشاورات ولم نصل إلى نتيجة حتى اللحظة. نعم سيد نجيب، ما الذي حدث؟ يعني المجتمع الدولي، مجلس الأمن الذي أدان الانقلاب وأصدر القرار تلو الآخر لإنهائه وأيد التدخل العربي في اليمن، والآن يعمل على شرعنة هذا الانقلاب كما تحدثت، ما الذي حدث؟ ما الذي تغير؟ أنا لا يعني دعينا نتكلم بصراحة. نعم. الأمم المتحدة في بداية الأمر عندما تدخلت يعني وكانت شريك أساسي في الملف اليمني كان هناك اطمئنان كامل لها من قبل معظم القوى اليمنية، لكن بعد الانقلاب من قبل الحركة الحوثية على المبادرة الخليجية وعلى الشرعية اليمنية من خلال وثيقة السلم والشراكة والتي شكلت متغير جذري كامل فيما يخص الملف اليمني وأسس وشرعا للانقلاب في فترة لاحقة ثم الانقلاب، ونجد أن الإدانات لم تكن واضحة في مجلس الأمن ولا حتى من الدول الراعية باستثناء الدول الخليجية كانت رؤيتها واضحة، وتم تشكيل التحالف العربي لإنهاء هذا الانقلاب، وعلى هذا الأساس صدر قرار مجلس الأمن، لكن أيضا قرار مجلس الأمن الشرعية موافقة عليه بشكل كامل، رغم أنه القرار هذا قبل الحوثية كشريك. نعم. كان من المفروض أن لا يتم قبول الحوثية كشريك، تم قبولها كشريك أيضا أولا في مؤتمر الحوار، وانقلبت على مخرجات الحوار وانقلبت على المبادرة الخليجية ثم السلم والشراكة انقلبت عليها، وها هي اليوم تنقلب على قرار مجلس الأمن. والغريب في الأمن أن الأمم المتحدة وكأنها يعني تتماهى معها في هذه الانقلابات. أنا شخصيا قلت في تحليل سابق لإحدى القنوات أن الأمم المتحدة تبدو في مساراتها وكأنها جناح سياسي للانقلاب وللحركة الحوثية. دكتور نجيب، ما تعليقك على من يقول أن هنالك انقسام داخل مجلس الأمن نتيجة عدم تمكن دول التحالف من حسم الموضوع عسكريا؟ هو لا يوجد انقسامات بمعنى انقسامات حدية، لكن يبدو لي أن الأطراف الدولية تتعامل مع الملف اليمني أيضا كأداة ابتزاز لدول التحالف العربي وبالذات للمملكة العربية السعودية وبالذات الأمريكان يبدو وكأنهم اليوم يعني مساندين وداعمين لهذه الإجراءات الإنقلابية التي تتم في صنعاء. أصبح موقفهم أقرب إلى الطرح الحوثي منه إلى مقررات مجلس الأمن، وكذلك يعني بعض دول الاتحاد الأوروبي كألمانيا يعني رؤيتها أيضا أصبحت أقرب إلى الطرح الحوثي من طرح حتى مقررات مجلس الأمن، ولا الروس بالنسبة لهم ربما موقفهم يعني بشكل أو بآخر من قرار مجلس الأمن هم بدأوا يطرحوا بشكل واضح لكن غير رسمي أنه صعوبة تطبيق قرارات مجلس الأمن، فيبدو لي أنه هناك تلاعب
من بعض الدول فيما يخص مسألة تطبيق مقررات مجلس الأمن، واتجاهاتهم يعني أصبحت واضحة وكأنها تشرعن للإنقلاب. نعم. طبعا هذا الكلام لا يتم وضع يعني طرحه بشكل علني أو تصريحات رسمية، لكن ما يحدث في الكواليس ينبئ باتجاهات وكأنها يعني نعم تشرعن للإنقلاب. نجيب تفضل بالبقاء معي واسمح لي أن أنقل هذه النقطة للسيد مانع. سيد مانع، كما لعلك تابعت حديث الدكتور نجيب، تحدث عن تغير في المواقف الدولية وأن هنالك طرح أمريكي وبعض الدول الأوروبية يقارب أصبح الطرح الحوثي، ما سبب هذا التغير برأيك؟ للأسف الشديد لم أستمع جيدا لما تفضل بطرحه الدكتور نجيب. تحدث عن تغير بالمواقف الدولية وخاصة الموقف الأمريكي وتقاربه الآن مع الموقف مع الطرح الحوثي، مع طرح الميليشيا، ما سبب هذا التقارب، ما سبب هذا التغير في الموقف الدولي؟ نعم، أنا أقول أولا أنه نحن وكل القوى الوطنية الداعمة للشرعية حريصين أن يبقى الموقف الدولي متماسكا ومساندا لمطالب الشعب اليمني وشرعيته القائمة والمعترف بها وفقا للقانون الدولي والقرارات الدولية. لكن حتى وإن حدث تغير في مواقف بعض القوى الدولية، فلا أعتقد أن هذا من الناحية القانونية يؤثر على قرار مجلس الأمن 2216 إلا في حالة تم فرض قرار دولي جديد. أما في حالة انقسام المواقف الدولية سيبقى قرار مجلس الأمن قائما بنفس قوته القانونية، والأمم المتحدة ستبقى ملتزمة بتنفيذ هذا القرار، وفي الأخير الخيارات مطروحة لدى القيادة. عفوا على المقاطعة سيد منع، ولكن أنا سألتك عن أسباب هذا التغير في الموقف. هنالك من يرى أنه بسبب ضعف الأداء الحكومي وأيضا بسبب عدم قدرة التحالف على الحسم العسكري على الأرض، ما تعليقك؟ أنا أعتقد أنه ليس للأمر علاقة بالأداء الحكومي. الأداء الحكومي كان مميزا خلال فترة المشاورات، حرص على تحقيق السلام من أجل حصن بناء. أنا أتحدث عن الأداء الحكومي داخل اليمن، داخل المناطق التي تخضع لسيطرتها. نعم نعم نعم، الكل يدرك جيدا أن الموقف الحكومي داخل اليمن، هناك حكومات تعمل بلا موازنة. لماذا؟ نعم. لأن هناك إرادة دولية تصر على بقاء البنك المركزي تحت سيطرة الحوثيين بحجة أنه في حال تم نقل البنك المركزي قد يحدث هناك إرباكا للسياسة المالية والاقتصادية للبلاد، وقد يؤدي ذلك إلى انهيار اقتصادي كامل. بينما الحكومة اليمنية تصر على أن لا يكون هناك أي دعم اقتصادي يستفيد منه الانقلابيين لتمويل. نعم، وضحت الصورة. نعم، هناك فقط مسألة مهمة أريد توضيحها فيما يتعلق بالموقف الأمريكي. أنا أعتقد أنه ليس له علاقة بالأداء الحكومي، وإنما مرتبط بالانتخابات الأمريكية وسياسة الديمقراطيين الآن الذين يصرون على أن تبقى الحالة عائمة في الشرق الأوسط إلى حين الوصول إلى قيادة أمريكية جديدة. نعم. منتخبة. سيد منع، سؤال أخير، ما هي الخيارات أمام الحكومة لتجاوز الضغوط، وهل تمتلك فعلا القدرة على إقناع العالم بتنفيذ رؤيتها للحل؟ المجتمع الدولي لا يتعامل بعواطف، بل يتعامل مع من هو موجود على الأرض، وكانت زيارة الرئيس هادي إلى مأرب لتأتي في هذا الاتجاه لتوصيل رسالة للمجتمع الدولي أن الحكومة وجيشها الوطني قادر على إحداث تغييرا على الأرض باستطاعته أن يخوض معركة حاسمة مع الانقلابيين. نعم. واستعادة صنعاء وبقية المحافظات، وبالتالي مضطر المجتمع الدولي أن نتعامل مع وضع قائم ما لم ينفع الانقلابيين إلى خيار السلام. نعم، إذا السيد مانع المطري عضو اللجنة المركزية للتنظيم الناصري، شكرا جزيلا لك. ونعود دكتور نجيب غلاب. دكتور نجيب، رئيس هادي كان في مأرب يوم أمس، وفيما أراد البعض القول أن هذه الزيارة تمهيدا لحسم عسكري في صنعاء، تأكد أن الأمر لم يكن سوى ضغطا على الأمم المتحدة لإيقاف تحركاتها هذه، هل تعتقد أن الحكومة ومن خلفها التحالف قادرة على فرض رؤيتهما للحل والوقوف في وجه هذا التحرك في الأمم المتحدة؟
أولا الأمم المتحدة لن تخرج عن مقررات مجلس الأمن. الموقف الشرعي موقف واضح ومحدد، إن لم يتم وضع آلية تنفيذية لتطبيق قرارات مجلس الأمن وفق الترتيب وبنود البنود القرار يعني بترتيبه كما وردت، بدون ذلك أنا أعتقد أنه الحل العسكري أصبح هو الخيار القائم. وأنا حسب تصوري ومؤشرات الواقع تقول بشكل واضح أنه لا يمكن تطبيق مقررات مجلس الأمن عبر طاولة المشاورات، بل هذه الطاولة هي تخدم الحركة الحوثية وتقويها وتسندها وتدعمها، بل تشرعن لوجودها عبر هذه الطاولات، بل أن الحوثية وصالح يطمحون أن يشرعنوا الانقلاب من خلال هذه الطاولة. وما حدث خلال الفترة الماضية في الكويت ينبئ بهذا الاتجاه الذي يتمسك به الانقلاب، لكن هل يعني أنهم سيمرروا هذا الموضوع؟ أنا أعتقد أنهم لن يتمكنوا من ذلك أبدا، وبالتالي أصبح الخيار العسكري هو خيار قائم، ولا بد من متغيرات جذرية على مستوى الواقع حتى نتمكن من تطبيق مقررات مجلس الأمن عبر المشاورات. أما إذا ظلت الأمور جامدة بهذا الشكل فالانقلاب سيظل متمسك برؤيته، وبالذات أن هناك اتجاهات يعني لدى بعض الدول هو الخروج من الأزمة الاقتصادية التي ستقود إلى انهيار كامل للاقتصاد، وهذا يقتضي دعم البنك المركزي. لكن دعم البنك المركزي في ظل سيطرة الحركة الحوثية على مربعات السلطة في صنعاء وعلى قرار وعلى مالية الدولة، دكتور نجيب، أن مثل هذا الأمر ليس إلا دعما وإسنادا للانقلاب، وبالتالي أنا أعتقد أن الحل العسكري هو الطريق الوحيد أمام هذه. دكتور نجيب، تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث الكاتب السعودي سليمان العقيلي. مرحبا بك سيد سليمان. بداية، أين تقف السعودية من حقيقة الضغوط التي تتعرض لها الحكومة اليمنية فيما يتعلق بمستقبل المشاورات؟ مساء الخير لك ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام، كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. بالنسبة لما يحصل في اليمن الآن، أنا أكدت في السابق عبر قناتكم وغيرها عندما جاءت بعض الشكوك تجاه الموقف السعودي ربما قصرت المفاوضات السعودية الحوثية في ذلك الوقت بغير سياقها السياسي والأمني والعسكري، قلت أن ذلك لن يغير من الأهداف الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية في عودة السلطة الشرعية لليمن وفي رسوخ سيادة الدولة على كامل الأراضي اليمنية، لأن هذا هو الأمر الوحيد الذي يطمئن الأمن والنظام الإقليميين وبالذات في المملكة العربية السعودية. وإذا كان هناك من تكتيكات سياسية لتفادي ضغوط أو سيد سليمان، هنالك تنسيق حوثي سعودي، وهذا ما يتضح من الزيارات المتكررة لأعضاء من الوفد الحوثي إلى السعودية، هل يمكن القول أن السعودية حريصة على التوصل لتسوية مع الحوثيين قبل إنهاء المشاورات الجارية في الكويت؟ ولكن هذا أختي لم يمنع أن الجبهة السعودية الحوثية الآن هي مشتعلة، وأن هناك مواجهة ساخنة على الحدود، وأن الجيش السعودي يقوم بدوره لرد الميليشيات المعتدية على أمن المملكة. هذا شيء، ولكن أنا أعتقد إنه المشاورات الجانبية أو الاتصالات الجانبية حتى أثناء الحروب لا تتقاطع سلبا مع الأهداف الاستراتيجية للعملية العسكرية، لأن ربما
تفتح نوافذ وفرص وأمال للتسوية السياسية، لأنه الاتصالات الجانبية ربما تساعد على ما يسمى إجراءات الثقة فقط، لكنها لا تنال من الأهداف الحقيقية. نعم سيد سليمان، ولكن هنالك من يرى أن هذه الاتصالات السعودية الحوثية لم تحلحل الأمر، وإنما زادت الحوثي التصلب منذ أن بدأت. نعم أختي الكريمة، أنا أعتقد أنه الحوثيين يعني في واقع الأمر هما كما أتوقع تيارات، تيار متشدد يعني ويأتمر بأمر طهران، وتيار أكثر منه اعتدالا يريد أن يخفف من غلواء المتشددين. وربما أنا أقول ربما أنه الاتصالات الجانبية تقوي من خطاب الاعتدال داخل هذه الحركة المتمردة. على كل حال أنا أعتقد أن العمل السياسي لا ينبغي تركه، سواء تعلق الأمر بوجوده أثناء الحرب أو بأثناء توقفها. وإذا تذكرنا في الصراعات الدولية الكبرى كيف أن الاتصالات الجانبية التي قام بها صحفيون أو قام بها دبلوماسيون هامشيون فتحت أمال لإيقاف اشتعال حروب دولية وكبرى، ورأينا ذلك في اتفاقية ستارك بين أمريكا والاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحدة والصين. لذلك أنا أقول الاتصالات الجانبية ليست بالضرورة ولن تكون خطوة للتراجع عن الأهداف الاستراتيجية. نعم سيد سليمان، هل بالإمكان الحديث أن هنالك انقسام حاصل في مجلس الأمن يتعلق بالأزمة اليمنية على عكس الإجماع الذي كان حاصلا عن بداية الأزمة، وهذا يتمثل بصدور عدد من القرارات تحت البند السابع؟ نعم يعني هو في واقع الأمر أن الموقف الدولي يعني اتسم بالغموض، ليس نعم. اليوم فقط، وإنما منذ إدارة المفوض الأممي جمال بن عمر. وهذا الغموض في الواقع أنا من وجهة نظري يتصل بغموض السياسة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة كانت لها سياسة نشطة تجاه إيران وتجاه الاتفاق النووي، وقد أبلت بلاء عظيما للدفاع عن هذه النظرية التي أرساها باراك أوباما في سبيل تحقيق عقيدته أو استراتيجيته الشرق أوسطية. وأنا أعتقد إنه المملكة العربية السعودية وحلفائها سواء الحكومة اليمنية أو حلفائها الخليجي تفادوا المآزق التي حاولت الأمم المتحدة وضعهم فيها، وجابه ذلك عبر الاستجابة لدعوات الحوار. شكرا. حينا وصلت الفكرة. المناورة السياسية حينا آخر. نعم، إذن سيد سليمان العقيلي الكاتب السعودي، شكرا جزيلا لك. وعودة أخيرة لك دكتور نجيب غلاب. دكتور، يقترب موعد انعقاد الجولة الثانية من مشاورات الكويت في ظل هذه الأجواء، هل ترى أنه لا يزال من الممكن الذهاب إلى الكويت والخروج بحل سياسي؟ يعني كل المؤشرات تقول أنه الذهاب إلى الكويت يعني أصبح غير مجديا، لكن بالأخير يعني ستحاول الحكومة الشرعية أيضا الدفع بعملية الحل السياسي
نعم. ربما تؤجل هذه الجولة أيام أو أسابيع، لكن أنا أعتقد أنه الذهاب للكويت يعني أصبح عبارة عن لعب في الفراغ في ظل مجريات الواقع. نعم. وبالتالي أنا أعتقد أن الخيار الأسلم بالنسبة للحكومة الشرعية هي أن تتحرك ميدانيا وترتب أوضاعها لإدارة معركة باتجاه إسقاط الانقلاب. نعم، وصلت الفكرة، شكرا دكتور نجيب. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من الرياض مانع المطري عضو اللجنة المركزية للتنظيم الناصري، وكان معي الدكتور نجيب غلاب والكاتب السعودي سليمان العقيلي. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي من الإعداد كمال حيدرة. إلى اللقاء.